في الصدى. يلا يلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدو في مدينة تمارة في المكتب ديال الأستاذة ليلى. مشاهدينا الكرام، ملف تامي بناني قضية كتبع عدد كبير من المغاربة. ليلى هي المستشارة القانونية في الموضوع، وكذلك معايا الأستاذة زين بخيار محامية بهيئة الضال البيضاء، واللي هي المحامية ديال المختفي تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع أستاذة ليلى ربطت بين الاتصال، لها الحق في التعقيب على مجموعة من الخراجات ديال الأطراف الأخرى موضوع النقاش، وكذلك لتبيان الحقيقة أكثر في هذا الطابلو. تبعوا معايا ليلى، عندك مجموعة من النقط في الموضوع ديال تهامي بناني. حضرتي لواحد الحوار درجته مع أستاذ اللي عنده أحد المعتقلين في الملف، لك حق التعقيب بطبيعة الحال بناء على أمور أخرى التي الهدف ديالك فيها تنوري الرأي العام. مرحبا. نعم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا بمكتبي. شكرا لك على الدعوة من أجل توضيح والرد على ما جاء به دفاع المتهمين في ملف تهامي بناني. كيشرفني أنني نشرح للمواطنين بدقة ونرد على الدفاع ديال المتهمين بالحجج والأدلة. صحيح أن الدفاع ديال المتهمين كانت عنده واحد المعطى اللي واخدها من المحاضر ديال الشرطه القضائيه، واللي حنا يطعنين فيها اصلا، لاننا حنا كنعرفوا بان محاضر الشرطه القضائيه في المجال الجنائي هي على سبيل الاستئناس وعلى سبيل المعلومه ليس الا. فبالتالي حنايا عندنا توجه جديد، ومشينا في العلم، ومشينا استعنا بواحد الاخصائيين، منهم دي ميديسان ليجيست الاطباء شرعيين، ومنهم اخصائيين في العلوم الفيزياء وفي علوم الساتيليت وهذه. فحنايا انتقلنا من المرحله اللي كيتحدث عليها الدفاع ديال المتهمين، انتقلنا مرحله جديده. احنا تجاوزنا هذيك الهضره ديال الاكله والمخدرات كانوا معاهم، راه الدفاع ما كان معاهم حتى حد، راه حنا ما كناش معاهم، راه كان كل شيء. اخر اجراء اللي كاين هي السياره تغلقت عليهم، ما بعد السياره كل شيء احنا كنطعنوا فيه، حتى ليتينيغيغ والمسار اللي قال انهم مشاو من هنا المرزوق بالوما المرزوقه وهذه، كل شيء غلط، لان احنا جاونا اخصائيين من برا عطاونا بالتدقيق المساحه، واش يمكن لهم يوصلوا، واش يمكن هذاك المكان يكونوا فيه ولا لا. لدرجة أننا في الحلقة السابقة من نشرنا التصاور ديال الفوتوشوب، أصلا راه حتى هذيك الغابة اللي قالوا حطينا فيها راه هي غير خيالية، وأن بالبوزيسيونمون ديال والتموقع والتمركز ديال ضباط الشرطة القضائية راه تبين أنها فوتوشوب، من كادغ ديال غابة إلى كادغ ديال يعني زنقة وطوموبيل وهذه. إذن داكشي كله حنايا طاعنين فيه. اللي حنايا غادي نقولوا اليوم هي أن عندنا الجديد، هو اللي حطيناه في المحكمة واللي الدفاع ما هضرش عليه، واللي هو قمة يعني العلم، وأنه خص ضروري نوريوها للمواطنين، هي أنه مني اتصلنا بواحد الأخصائيين في الخارج عطاونا التموقع والتمركز ديال شريحة الهاتف النقال ديال تهامي بناني. هذا الرقم، هذا هذه هي الشريحة ديال الرقم الهاتف ديال النقال، بقات كتعبأ إلى يومنا هذا، ولو انه ماشي ديالو، ولكن كانت خداها حيت هو قاصر، ما كانت عنده البطاقه الوطنيه باش ياخذ واحد الكارت ديال الاتصالات او لا ديال الانويت حاجه، ولكن كان كيستعمل هذا الرقم هذا، وبقى كيستعملوا الى يومنا هذا. فهاد الاشخاص اللي اذا كان ممكن استاذه باش تتكلمي باريحيه، نعطيك الميكرو وانت تتصرفي باليد ديالك. مرحبا، شكرا لك، شكرا على الثقه. فحنايا ملي اتصلنا بالاخصائيين عطاونا واحد التمركز اللي هو هنايا، هادو راه واحد ارقام هما كيتعتبروا ريفيرونس ديال التموجود وتموقع ديال شريحه النقاله، فعطاتنا في ازيلال. فالدفاع ما هضرش على هذه المرحله هذه اللي احنا تجاوزنا فيها كل ما هو، وتم تفنيده بهذه الوثائق العلميه اللي احنا قدمناها للمحكمه المقره. فاللي غيوقع هي انه في هذه المنطقه هذه نائيه وبعيده كيتواجد شريحه الهاتف النقال ديال تهامي بناني، اللي هي في منطقه ازيلال، واللي هي كاينه هنايا حسب ما انتم غتشوفوا بان هنا تضاريس جد صعبه، وانه كاين منزل واحد تماك فقط. فحنايا كنشكروا الاساتذه الاجلاء اللي ساعدونا، دكتور مصرار من بلجيكا والدكتور بن سعيد من فرنسا، اخصائيين في العلم التشريح والعلوم الجنائيه. اما فيما يخص الجثه اللي كيتحدث عليها الدفاع المتهمين، وكيقول بان
سيدة حياة العالمي تعرفات على الملابس وتعرفات عليها، وانها غير يعني ما صدقتش انها راه يعني ما بغاتش تعترف بان هذاك راه هو ولدها، فحنا هي غادي نفندوها لهم بهذيك الصور اللي هما حاطين في المحاضر ديال الشرطة القضائية واللي فيها واحد التواريخ. غادي تتبعوا معايا انه هنايا كاين 4/4/2007 على الساعة يعني الواحدة بعد الزوال، إذن هنايا 440 هو هذه هي الجثة اللي كانوا هما قايل عليها، إذن هنايا راه كاين الشعر كيبينوا بأن هناك واحد المجموعة ديال كتلة من الشعر، فإذا به في نفس اليوم من 4/4/2007 على نفس الساعة فولا جمجمة واعظة، فكيف يعقل أنه جات شي حاجة اللي حيدت هذا اللحم وحيدت هذا الشيء كله؟ راه ما يمكنلوش يتغير ما بين دقيقة وحدة أخرى، أكثر من ذلك أنه كان هنايا أصبح كتلة من العظام، كتلة من العظام. فمن بعد غادي نبين لكم بلي انه من هنايا كاين واحد الصور واحده اخرى، غتسمح لي بان الصور واحده اخرى اللي كانوا ورونا فهي هذه انثى ليست لشاب، لانه الاخصائيين وصفوا لنا كيفاش كيكون الجسم ديال المراه كيتختلف على الجسم ديال الرجل، ثم ان هاد الملابس اللي كيقول هو لا هذيك راه ملابس ديالها غير هي نكراتهم وغيريه، اولا الملابس كانت دوبل اكس ال يعني كبيره بالحجم الكبير، ثانيا ما عطاوهاش لا، لانه دائما كيقول اللي تعرفت عليهم الام غير باش يعرف المواطنين ويعرف الراي العام انها تعرفت عليهم عبر الصور وليست بالملموس، ولم يتم حجز اي ملابس ولم يتم تسليمها لاي شخص ولا للام ولا لاي شخص وليست اصلا عند النيابه العامه، فبالتالي هذاك الملابس كيقولوا كيقول هذاك السروال جين هذا راه اسود جين اسود، فاذا به في نفس الصور عندنا تارة اسود وتارة ازرق، وعندنا هنايا راه عندنا هنايا راه واحد العلامة ديال العجلات السيارة اللي مرت على هاد الارجل هذه، وبالتالي خاص يكون هذه الا كان هذا الجسم هذا ديال التهامي بناني خاص يكون كسور في العظام لانه دازت عليه السياره كبيره، او ما كاينين اللي تخص ديال لي بنو ديالها، هادو الاخصائيين ديال الخارج اللي مشكورين اللي وراوهم لينا. اذا كاين الفرق ما بين الالبسه، ها انتم هو هذا جين بلو باين زرق وكاين جين نوار، فاذا الى واحد بغينا غادي نعتمدوا عليه ها هو هذا راه جين نوار وخارج منه واحد العلامه، ثم ان كاين هنايا واحد القميص اللي قالوا هو ديال تامي بن نادر قميص ماشي غير دوبل اكس ال هذا راه تريبل اكس ال، وانه في نفس التاريخ كاين فيه انهم كاينين واحد الحشرات واليراقات اللي هما كيتعتبروا في الانثروبولوجيا ادله جنائيه مهمه لانها خاصها تكون محجوزه في واحد الجزاجات وهي كتعطينا بعض الادله كتعطينا بعض المرات لا دي ان بعض المرات تاريخ الوفاه تاريخ التحلل هذه، اذن هما ما كانت لا مسرح جريمه ولا احاطتها بواحد الشريط ديال مسرح جريمه ولا يعني جمع لهذه الادله الجنائيه ما كانتش حتى شي حاجه، فاحنا يرى ما عندناش الحق اننا غادي نصدقوهم. ها هما هنايا كاينه علامه وحده ديال الجين في شكل وهنايا علامه واحده اخرى ديال الجين في شكل اخر، فما يمكنش يكون واحد الشخص واحد لابس جوج ديال العلامات، حنايا هادشي كله طعنا فيه وما مصدقينوش ومصدقين العلم، وغادي نتسناو ان المحكمه الموقره تعطينا تموقع والتمركز الجغرافي على الهواتف النقاله. ها انتم عاوتاني هنايا كاين الحذاء، الحذاء راه كيظهر لكم بواحد الجين ازرق وهو حذاء من حجم 44، ما يمكنش يكون هذا هو الحجم ديال تهامي بناني اللي كان كيلبس هو حذاء من 40 او لا 41 لا يتجاوزها، وبالتالي حنا كنفندوا جميع الاقوال ديال الدفاع المحترم وكنقولوا له حنا هذيك المرحله تجاوزناها خدم معنا في العلم مرحبا بك. شكرا لك أستاذ، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أستاذ زين شنو بالك في التحليل ديال ليلى في هذه المعطيات؟ شكرا أستاذ ليلى من هذا المنبر لأن عنده واحد الكفاءة خطيرة، تبارك الله هي ذكية بزاف، شوف ذكية عندها واحد الذكاء خارق جدا لأنك تدقق في الأمور من الناحية القانونية ومن الناحية العلمية وما كتجيش تدرس شي ملف هكاك كتدقق فيه عاد كدير، والحمد لله راه الملفات ديالها دليل على ذلك، الملفات ديالها دارت 260 شكايه كانوا شي ناس ضدها داروا خروقات قانونيه على اساس التوريط ديالها في شي حاجه، الحمد لله هي ربحت جميع الملفات ورجع الملف من النقد، حنا دابا حنا ولينا حنا في موقع ديال القوه ولات في موقع ديال القوه لان حنا صحنا هما المشاكون في الملفات ديالها، هذا ما يعني بان كيتردوا على الناس بزاف من جميع انحاء العالم لان من الناحيه القانونيه عندها استشاره لان متمكنه من الدراسات القانونيه ديالها، وكنشكرها
من هذا المنبر كما كنشكركم حتى نتوما اللي كتنوروا ديما الراي العام، لان نتوما كتوصلوا الاراء ديالكم الراي. كنشكركم كما ان جميع الناس كيكونوا كيتواصلوا معايا كيقولوا لي شكرا استاذ يوسف على الكفاءه ديالو من الناحيه الصحفيه، لان الحمد لله والله بحال هكا، لان ما غادي نزيد ما كنقص. وبالنسبه ميل ديال بلاني سامي من الناحيه القانونيه، احنا ما كنا متحفظين باش نخرجوا في هذه الخرجه، لان قلنا حتى يدوز ميل عندنا حتى المستجدات. ولكن ما دمنا الزميل المحترم اللي من هيئه الدار البيضاء اللي خرج بالتصريحات مشكور من هذا المنبر حتى هو، كنسلموا عليه وكنقول له بارك الله فيك، ولكن خاصنا حتى حنا ننوروا الراي العام، نردوا على هذاك الشيء اللي حنا هذاك الشيء تجاوزنا هذيك المعطيات اللي بناء ديال المحاضر، داك الشيء ديال المحاضر والاستنطاقات اللي كيقولوا ماتوا حنا وداك الشيء تجاوزنا شحال هذه، خرجت خبره جينيه. احنا كنا عمرنا كنا نطالبوا بخبره جينيه، كنطالبوا بخبره على الهواتف، على اساس ان الهواتف اللي كان من 2007 حتى هما راكرين نهائيا، قال لك عمرهم ما كانوا معاه لولا ان مو شاف، لان من طلت من الفوق لك داك من شرفه شاف بان راه ملي كنرجع الهاتف لاختو صغيره، ديك الساعه هبط عند خوها الصغير اللي هو كان قاصر دابا شويه، دابا كبر شويه الله يعطي صحته. المهم تما فاش شاتهم الام حياه كانوا هما ناكرين بان كانت توجعوا نهائيا من 2007 حتى 2019 كانت تحفظ ميل ديما، لدرجه انهم في المحكمه ديال الاستئناف كان ثلاث سنين هو ما قناش ميل في مدر ثلاث سنين، يعني ان هناك شي يد خفيه في هذا الملف اللي انها راه بان لينا وراه لسناه من جميع النواحي، من تهديدات تلقيناها بزاف حوايج انا تلقيتها اللي ما يمكنش تخطر على البال، لان وداروا معنا داروا معنا في البديه بغاو يديروا معنا شونطاجات، ولكن حنا ما تقبلناهاش، درنا معاهم قلنا لهم شوف القانون، لان حنا ناس قانونيين، حنا ما عندناش حنا حتى حقوق الانسان هذا حقوق الناس. يعني اللي فهمت استاذ انت تساومتي في هذا الملف؟ تساومنا ولكن ما بغيناش، لان ما يمكنش من بعد جاتنا تهديدات، ولكن بقينا غادي في المصادر ديالنا، لان حنا ماشي ما كنتباعوا ما كنتشراوا، حنا غنموتوا غدا راه الدنيا خساره ما غاديش تبقى بزاف. تلقسم اللي اديتيه في المحاماه. تلقسم لاننا خاصنا نخدموا بامانه، لان ماشي نتبعوا الماديات، الماديات ماشي مهمه في المهنه ديال الدفاع، المهنه ديال الدفاع، الدفاع هي تحقيق العداله وتبيان الحق، والحمد لله حنا كنا كنطالبوا من الاول كان قاضي التحقيق تبعهم بالقتل العام بناء على الهواتف النقاله اللي كانوا استخرجوا هذاك الوقت الفرقه الوطنيه كتقول بان ماتوا الحناء، ولكن القاضي كان ذكي لانه لمس القتل، لان القرائن ديالو اللي بانت ليه هي باش تبعهم بالقتل العمد واخفاء الجثه، يعني انه تبعهم بناء اعتقلهم، لان موكل بحال الصراحه اعتقلهم اللي جاوا للجلسه ديال التحقيق تعتقلوا وتحالوا على الجلسه. حنا من اللي تحالوا على الجلسه التمسنا من السيد القاضي جميع الهيئات كنلتمسوا منهم كيف المتابعه للاختفاء والاحتجاز الى يومنا هذا، مقابل واحد الغرامه ديال 5000 درهم على تعوض على كل يوم تاخير. وعمرنا ما كنا كنطالبوا بالخبره الجينيه وكنا كنطالبوا الخير على الهواتف، كان السيد وكيل العام كان تيقول لنا ما يمكنش خبره على الهواتف ديال 2007، لا راه هما بالخبره على الهواتف ديال 2019 جابوا جابوا ديال 2007، هكا عندنا الخبره التقنيه حنا الواصل من الناحيه العلميه، راه هذاك الشيء اللي داروا لنا حنا باغيين نمشي من هذا المنبر، حنا باغيين نجيبوا الناس كلهم متورطين، من متورطين ما متورطينش، لان ربما يكون هذاك المجتمع بينهم معتقلين دابا ابرياء، لان ما يمكنش نحن نظلموا الناس. الصوره تكون واضحه. حتى تكون واضحه باش حتى واحد ما يتظلم، راه خاص بالعكس راه المحامون ديال المتهمون حتى هما ما يقولوا ابرياء يديروا خبره على الهواتف، هما اللي خاصهم يطالبوا بها، والسيد وكيل العام حتى هو خاصو يطالب بها، لا حنا الدور ديالنا حنا كالعداله باش نوصلوا الحقيقه وتبين، ماشي غرض بنا يتشد هذا ولا يتشد هذا ولا لا، حنا كندافعوا حتى على ذوك الدراري من المنبر اللي كندافعوا حتى الزملاء ديالنا خاصهم يتضامنوا، حنا مضامنين معاهم في الجلسه كندخلوا بإريحيه متفقين معاهم على اساس حنا كنقولوا حنا بالنسبه لنا تامي راه باقي حي،
حتى الزملاء ديالنا كيقولوا تيقولوا نحن ضامنين معكم، لكن الخبره اللي على الهواتف هي اللي غتبين لنا الحقيقه اللي حنا الغرض منا هي نبرئوا دوك الدراري. حنا ماشي كندافعوا غير على اختفاء ديال التهابيب الدراري، كنقلبوا تنحاولوا الحقيقه باش حتى دوك الدراري في الخبره ديال الهواتف غيبانوا لنا ابرياء. إلا بان الابرياء هادو هما كنسوق، حنا ما بغينا حنا كنقلبوا حتى على البراءه ديالهم، لان هذا هو حق هذا الدفاع، هذا هو الدور ديالو. استاذ الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. من فضلك بغيت غير باش نوري اللائحه ديال الهواتف النقاله اللي عطاتها لنا الشرطه القضائيه، اللي حنايا يعني هانتوما كتشوفوا قليله بزاف، وحنا طالبين 15 سنه، ما طالبينش حنايا غير وثيقه واحده فيها 10 اولا 5 ديال واحد الوقت الوجيز ديال 4 السوايع، لا، حنايا الجريمه فيها 15 سنه ما يمكنناش نقبلوا 4 ديال السوايع، فطالبنا باكثر. كاين نقطه واحده اللي كان الدفاع المحترم قالها، هو انه قال لك حنايا دابا عندنا الاعتقال عاد كنقلبوا على الجريمه، ياك لانه ما تعتقلوا بواحد الجريمه اللي غير ثابته، لان قال لك خاص الموت يكون محقق وثابت حكما واقعيا فعلا. لكن حنايا عندنا واحد الواقعه اللي تتبعوا بها من طرف النيابه العامه، ولكن عندنا في القانون انه الفصل 432 كيعطينا الحق امام الهيئه الحكم نقدموا واحد الطلبات ديالنا. حتي لي غادي نقرا لك واحد الاجتهادات قضائيه باش تعرف بانه حيث ان المحكمه تضع يدها على القضيه كواقعه وليس كوصف مما يجعل تكييف الوقائع من طرف النيابه العامه غير ملزمة للمحكمة، وهذا قرار 1991. أما فيما يخص 2007 على الهواتف النقالة، بحال اللي قال احنا واش بغيتونا نسمعوا المكالمات بالصوت، لا احنا ما بغيناش نسمعوا المكالمات، ولكن كان واحد الإجراء اللي بحال هو قالك ما كانش، كان في التسعينات على أساس أنه من نهار اللي دخلوا الساتيليت ودخل التموقعات الجغرافية ديال لي زوند اللي كتأميتي التموقع ديال الهواتف، كان المغرب خاضع لكل شيء بحاله بحال جميع الدول، والمغرب موقع على اتفاقيات دوليه في المجال الجنائي. وخصنا ما نقولوش حنا عندنا نقص في التقنيات او لا، عندنا مختبرات جد جد متطوره، وحتى لما كانتش بحال اللي قلناها راه حنا يمكننا نلجؤوا للخارج ونتعاونوا باش يكون الواحد الحقيقه تظهر للجميع. حنايا ما باغيين نظلموا حتى شي واحد، بحال اللي قالت الاستاذه خيار مشكوره، حنايا بغينا الحق يظهر. وهذه المساله ديال الهواتف راه في صالحهم هما تاهما، باش حنا لا كذبنا عليهم وقلنا لهم لا ما كنتيش تما، قلنا لا كنا حنا هناك، وهذا ان شاء الله يبان الحق. مرحبا. شكرا. تفضلي. انا بغيت نزيد واحد الاضافه بالنسبه حتى بالنسبه لهاد الاشخاص اللي كانوا هما اللي كانوا ابرياء، راه الواقع وقعات يوم عيد الميلاد ديال واحد الزميله ديالهم، وداك عيد الميلاد كانوا فيه بزاف اشخاص، ماشي شخص واحد، ماشي جوج، ماشي 10، ماشي جوج. حنا خاصنا حنا طلبنا من السيد الرئيس باش هذوك اعتبرناهم حتى هما مشتبه فيهم، باش يفرغوا الهواتف ديالهم وباش يحضروهم كمشتبه فيهم، وفعلا ربى لنا الرغبه ديالنا، والتمس احضارهم عن طريق القوى العموميه، يعني عن طريق النيابه العامه، باش يجيو باش يعرفوا شكون اللي داير، وحتى الهواتف ديال الاباء والاولياء ديالهم كلها ربما يكونوا هذو ابرياء، ولكن ما عرفناش شكون اللي دار جريمه وشكون واش وقع في هذا الشيء كله، اللي ربما تكون في اخبار الدراري كان ديك الساعه في حاله تخضر سميتو مابقاوش عاقلين، ولكن خاصنا نعرفوا شكون مع من نتكلموا ومع من نهضروا باش نجيبوا كل شيء. والحمد لله راه حنا دايرين اتفاقيه عالميه مع جوجل ايرث، ودايرين اتفاقيه عالميه في العالم كله دايرها، الا الصين لانه ما يبغوش بوحدها. اذا حنا الحمد لله كنشكروا الخبراء اللي من هذا المنبر اللي ساعدونا في استخراج الشريحه ديال بناني سامي، كما ساعدونا على ان دوك الاصدقاء المشابهين المعتقلين دابا عند التحقيق ما كانش ثبت لهم بانهم كانوا وصلوا لواد مرزق، ورا ان شاء الله غنواكبوا هاد النيف حتى النهايه، يمكن باش نحققوا العداله. حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه عن تحقيق العداله. الله يوفقك استاذ. شكرا لك، شكرا لك استاذه ليلى. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو واقع الحال في الملف ديال تامي بناني الذي هو حاليا بين مدين وجزر، مجموعه من الاشكاليات في الموضوع، ولكن ملف تامي بناني فيه ناس شيئا ما خبراء في المجال وفريق متكامل، شق علمي وشيئا ما قانوني كتشتغل عليه ليلى بشكل كبير، وكذلك استاذه زينب اللي كتشوف الابعاد ديال الاطار القانوني كيفاش توصل للحقيقه، سواء للفئه اللي هما معتقلين، وكذلك الام التي هي تناضل بشتى الطرق من اجل تبيان الحقيقه.
أين هو التهامي بناني؟ مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.